أهلا بكم إلى نشرة سوريا اليوم وفي عناوينها. الحر بدأ باقتحام درعا وهروب جماعي لقوات الأسد من حاجز الحبوب. استمرار الخلاف السعودي الروسي على مصير بشار الأسد. واستبدال الليرة السورية بالليرة التركية في الشمال السوري. أهلا بكم. ضمن معركة عاصفة الجنوب وبعض ضربات مركزة ودقيقة خلال الأسابيع الماضية، استهدفت خطوط دفاع جيش النظام والمربع الأمنية والبانوراما، أعلنت تشكيلات الجبهة الجنوبية بدء عمليات اقتحام عدد من مراكز ومعاقل النظام داخل مدينة درعا والانتقال من القصف التمهيدي إلى الاشتباكات المباشرة. تصعيد عسكري كبير أعلنت عنه تشكيلات الجبهة الجنوبية في سوريا، حيث بدأت عمليات اقتحام عدد من مراكز ومعاقل النظام داخل مدينة درعا والانتقال من القصف التمهيدي إلى الاشتباكات المباشرة بالسلاح الخفيف ضمن تغطية كبيرة من فريق القناصة التابع للتشكيلات. وأشارت المعلومات عن تحقيق إصابات مباشرة في صفوف النظام وتدمير الكثير من خطوط الدفاع، لا سيما تدمير حاجز مبنى المحكمة وهو من أكثر الحواجز تحصينا، وسط انهيار تام لمعنويات جنود الأسد وهروب الكثير منهم. إلى ذلك تتصاعد حدة الاشتباكات التي تخوضها الفصائل المقاتلة في محاولات متكررة للسيطرة على بلدتي الفوعة وكفرية المواليتين للنظام، حيث تتحصن قوات الأسد وعناصر حزب الله فيما تم استهداف البلدتين بأكثر من 1400 قذيفة صاروخية. وتمكنت الفصائل المقاتلة وجبهة النصرة من التقدم في منطقة الصواغية الواقعة في امتداد بلدة الفوعة إثر تفجير نفق تحصنت بداخله قوات النظام. تزامنا قصف الطيران المروحي بشكل مكثف مناطق في مدينة خان شيخون بريف إدلب، إضافة إلى مناطق في مدينتي أريحة وبنش. وفي أرض الميدان تتواصل الاشتباكات العنيفة بين قوات النظام وعناصر تنظيم داعش في محيط حقلي شاعر وجزل بريف في حمص الشرقي، بالتزامن مع قصف من الطيران الحربي على مناطق الاشتباك، فيما قصفت قوات النظام الحولة وتلبيسة بريف حمص الشمالي. وفي الزبداني بريف دمشق انهمرت عشرات البراميل المتفجرة على المدينة، تزامنت مع اشتباكات عنيفة بين قوات النظام مدعومة بعناصر من حزب الله من جهة والفصائل المقاتلة من جهة أخرى، وسط قصف عنيف من قبل قوات النظام على مناطق في المدينة. في هذه الأثناء شهد القلمون الشرقي اشتباكات بين داعش والفصائل المقاتلة، وسط أنباء عن خسائر بشرية في صفوف الطرفين. كذلك تستمر الاشتباكات العنيفة بين قوات النظام ومقاتلي المعارضة في محيط مدينة دارية، في حين سقطت قذائف على مناطق في مدينة معظمية الشام في غوطة دمشق الغربية. وللمزيد عن التطورات على الجبهة الجنوبية ينضم إلينا عبر سكايب من درعا الناشط الإعلامي محمد المذيب. سيد المذيب أهلا بك. أهلا بك. ما هي آخر التطورات على الجبهة الجنوبية؟ طبعا بالنسبة للجبهة الجنوبية تستمر معركة عاصفة الجنوب بوتيرة عالية منذ فجر هذا اليوم، حيث استهدف الثوار مواقع قوات النظام في البانوراما، كذلك استهدف الثوار مواقع النظام في مؤسسة السكر والمخابرات الجوية. كل هذه المناطق استهدفت براجمة الصواريخ، كذلك استهدف الثوار أيضا حي المنشية بدرع البلد بوابل من قذائف الهاون. طبعا جاء هذا التصعيد بعد قصف تمهيدي استمر 8 أيام من قبل الثوار، استهدف خلال 8 أيام مواقع شبيحة النظام في 35 نقطة عسكرية وحاجز. طبعا هناك تقدم ملحوظ لأبطال الجيش الحر على عدة محاور، وأهمها محور مؤسسة السكر حيث استطاع الجيش الحر قبل قليل السيطرة عليها. طبعا في غضون هذا يقوم الطيران المروحي التابع لقوات النظام بإلقاء البراميل المتفجرة على درعا البلد وإبطع والنعيمة واليادودة، كل هذه المناطق متاخمة للمعركة. كذلك قصفت صيدا والنعيمة والجيزة بالمدفعية الثقيلة والقذائف العنقودية. أيضا قصف الطريق الواصل بين صيدا والنعيمة، كذلك اليادودة، أيضا الغرية الشرقية وبصرة الشام وخراب الشحم. كل هذه المناطق قصفت بالمدفعية الثقيلة، وسط تقدم ملحوظ لأبطال الجيش الحر والثوار على جميع محاور درعا. شكرا لك محمد المذيب الناشط الإعلامي من درعا. يواصل النظام السوري محاولاته لامتصاص النقمة على عائلة الأسد والتي فجرها قتل سليمان الأسد للعقيد حسان الشيخ.
الانفجار الشعبي في اللاذقية بعد قتل سليمان الأسد العقيد في الدفاع الجوي أجبر نظام الأسد إلى خطوات قد يكون لا يرغب في اتخاذها، تمثلت في إعلان سانا عن اعتقال سليمان الأسد من دون أن تذكر أي تفصيل إضافي عن الأمر، ولم يعلم ما إذا كان سيتم نقل القاتل إلى دمشق أم سيتم التحقيق معه في اللاذقية، حيث تتخوف مصادر من أن يتم تلاعب بشهود لتبرئة سليمان الأسد المتهم الوحيد في القضية. وفي تطور جديد حول قضية العقيد المهندس حسان الشيخ، صرحت والدة الضابط القتيل لوسائل الإعلام أنها تعتبر مقتل ابنها فداء لبشار، وجاء تصريح أم الضابط القتيل بعد زيارة لمحافظة اللاذقية لتقديم واجب العزاء، حيث حملته الأم رسالة إلى رئيس النظام السوري، بينما صرحت ابنته أن بشار وعدهم بمحاكمة عادلة. وتأتي تصريحات الأم التي ركزت عليها وسائل إعلام النظام، خصوصا منها ما يتعلق بأن موت ابنها فداء للرئيس، بعد زيارة وفود رسمية مختلفة إلى بيت القتيل، حيث عرف في هذا المجال أن كثيرا من الشخصيات التي قدمت التعازي كانت تركز على فكرة الفتنة ومحاربتها، وأنه على الرغم من المصيبة بمقتل الضابط بدم بارد إلا أنه يتوجب محاربة الفتنة وعدم الانجرار وراء أعداء الأمة. وكان القصد من تلك العناوين التي ركزت عليها بعض الشخصيات الرسمية وشبه الرسمية هو تخليص رئيس النظام من الحرج البالغ الذي وقع فيه جراء انكشافه على بيئته الحاضنة. وتنقل الأنباء أن التركيز على قضية المحاكمة لا يقصد منه إلا تميع القضية برمتها، لأن مجريات التقاضي الطويلة وسماع الشهود قد يتخلله مؤثرات معينة وإغراءات، خصوصا وأن الشاهد هو أخ القتيل. وترجح المصادر حلحلة المسألة، لا لأن القاتل فقط من آل الأسد، بل لأنه ابن هلال الأسد رئيس الدفاع الوطني في اللاذقية، الأمر الذي كشف ويكشف رئيس النظام على بيئته الحاضنة بأنه رئيس لعائلته هو ويعمل لخدمتها بشكل خاص وليس رئيسا لعموم السوريين. كشف المؤتمر الصحفي المشترك بين وزير الخارجية السعودي ونظيره الروسي في موسكو استمرار الاختلاف في المواقف بين موسكو والرياض فيما يتعلق بتسوية الأزمة السورية، وبالدرجة الأولى فيما يخص رئيس النظام السوري بشار الأسد. فقد أكد وزير الخارجية السعودي عادل الجبير أن موقف بلاده تجاه سوريا لن يتغير، وأن لا مكان للأسد في أي حل مستقبلي. من جهته قال لافروف أن مصير الأسد هو من النقاط الخلافية مع الرياض، على الرغم من إشارته إلى توافق روسي سعودي بشأن سوريا، وإن وجدت خلافات بشأن تطبيق مقررات جنيف. بحثنا الأوضاع في سوريا وأهمية إيجاد حل سياسي لهذه الأزمة، وأوضحت لمعالي موقف المملكة بأن موقف المملكة تجاه سوريا لن يتغير، وأن لا دور للأسد في مستقبل سوريا، ونحن نعتقد أن بشار الأسد جزء من المشكلة وليس جزء من الحل، ونعتقد أنه أحد الأسباب الرئيسية في نمو داعش في سوريا هي بشار الأسد، حيث أنه في السنوات الأولى لن يوجه سلاحه تجاه داعش، يوجهه تجاه شعبه وتجاه المعارضة السورية المعتدلة، مما جعل داعش تنمو في سوريا وتسيطر على مناطق كبيرة من سوريا. موقف المملكة تجاه سوريا وتجاه بشار الأسد بالتحديد لن يتغير، موقفنا ثابت في بالنسبة للمبادئ الذي نرى فيها حل الأزمة السورية، وهي جنيف، تفاهم حيال جنيف واحد، السلطة الانتقالية، ومستقبل في سوريا لا يشمل بشار الأسد، وأخذ الحذر للحفاظ على جميع المؤسسات السورية الحكومية وبالذات العسكرية، ومن ثم استخدامها لمواجهة التطرف في سوريا وحماية الشعب السوري فيما بعد الأسد. وتتابعونا في نشرة سوريا اليوم بعد الفاصل. النظام منع المسيحيين من الخروج من القريتين فوقعوا بقبضة داعش. أهلا بكم من جديد. أعلنت لجنة استبدال العملة في حلب في مؤتمر صحفي البدء بتنفيذ قرار تداول العملة التركية بدل العملة السورية في المناطق المحررة. وجاء في البيان الذي تلاه عضو اللجنة محمد غياث دعاس أن استبدال العملة سيكون مؤقتا لحين سقوط النظام وإصدار عملة وطنية بديلة. وقالت مصادر إن هذا المشروع جاء بالتوازي مع بدء التحضير من قبل تركيا لإنشاء منطقة آمنة داخل الأراضي السورية على الحدود السورية التركية. قررت اللجنة السورية لاستبدال عملة التداول البدء بتطبيق القرار المشترك للقوى الثورية والفصائل العسكرية
بتداول العملة التركية في المناطق المحررة في الشمال السوري حتى إسقاط النظام المجرم وإصدار العملة الوطنية الجديدة، وذلك للأسباب التالية: أولاً، حفاظاً على أموال شعبنا السوري من الضياع نتيجة انهيار الليرة السورية وطباعة النظام لأوراق نقدية جديدة ليس لها رصيد. ثانياً، محاربة نظام الإجرام اقتصادياً بوقف تدفق القطع الأجنبي إليه من المناطق المحررة. ثالثاً، استقرار أسعار السلع والمواد وتنشيط الاستثمار. أكد شهود للشبكة الأشورية لحقوق الإنسان أن حواجز أمنية تابعة للنظام السوري في المفرق اشترطت على عائلات مسيحية كانت تحاول النزوح من بلدة القريتين دفع مبالغ مالية مقابل السماح للنساء والأطفال والجرحى بالعبور نحو مدن صدد وحمص ودمشق عقب سيطرة تنظيم داعش على البلدة. أضاف الشهود أن عائلات وأفرادا معظمهم نساء وأطفال وشيوخ بينهم جرحى عادوا أدراجهم بعد عدم تمكنهم من دفع الرشا لعناصر الحواجز الأمنية، مما تسبب لاحقا في وقوعهم بيد عناصر تنظيم داعش الإرهابي. أعلنت السلطات القضائية الأمريكية اعتقال أردني أمريكي يدعى نادر السعدي، كان قد غادر الولايات المتحدة في أيار الماضي في محاولة للانضمام إلى تنظيم داعش. وقال متحدث باسم المدعي العام الفيدرالي إن الرجل مثل أمام قاض فيدرالي في جلسة أولية تليت خلالها التهم الموجهة إليه، وهي محاولة تقديم دعم لمنظمة إرهابية خارجية والتآمر، وأودع السجن من دون إمكانية الإفراج عنه بكفالة. وكان السعدي قد غادر في الخامس من أيار الماضي مطار جي أف كندي في نيويورك متوجها إلى الأردن بهدف الانضمام إلى المتطرفين، واعتقل لدى وصوله. قتل 44 عنصرا من تنظيم داعش الإرهابي وأحد عناصر الحشد الشعبي خلال مواجهات في محافظة الأنبار، فيما قتل العشرات في ثلاث تفجيرات بينها هجومان انتحاريان بسيارتين مفخختين في محافظة ديالى. مواجهات عنيفة شهدتها محافظة الأنبار بين القوات العراقية وتنظيم داعش الذي قتل أكثر من 40 من عناصره خلال هذه المواجهات. في المقابل أعلنت قيادة عمليات الأنبار بالجيش العراقي أن تنظيم داعش شن هجوما على مقر الفوج الثاني التابع للواء مغاوير الفرقة الأولى المتمركز قرب منطقة الهياكل جنوب الفلوجة. إلى ذلك أعلنت وزارة الداخلية العراقية عن مقتل العديد من عناصر تنظيم داعش الإرهابي وتدمير عدد من الآليات والأسلحة التابعة له في محافظتي الأنبار ونينوى. وأضافت الداخلية العراقية أن طائرات التحالف الدولي قصفت أوكار ومعاقل التنظيم في ناحية الشورى جنوب الموصل، ما أدى إلى مقتل ما يعرف بوالي الناحية الإرهابي شهاب العلو الملقب بأبو سعور، وهو سوري الجنسية، مع ثلاثة آخرين من قيادة التنظيم في نينوى. أمنيا قتل العشرات في سلسلة تفجيرات بينها هجومان انتحاريان بسيارتين مفخختين استهدفت مناطق ذات غالبية شيعية في محافظة ديالى شمال شرق بغداد. وكان أكثر هذه التفجيرات دموية انفجار سيارة مفخخة يقودها انتحاري وسط سوق شعبية في منطقة الهويدر شمال بعقوبة، في حين تبنى تنظيم داعش المسؤولية عن هذه الهجمات. وفي سوريا اليوم بعد الفاصل: الحسكة تلملم جراحها. مأساة كبيرة يعيشها أهالي الريف الغربي لمحافظة الحسكة السورية، بيوت مدمرة ومفخخة بالألغام وفقدان أدنى مقومات الحياة. وكأنه مشهد من فيلم رعب أمريكي، بيوت مدمرة، أشلاء متناثرة، سيارات محترقة، ورائحة غبار مخلوط بالدم تلف المكان. المشهد لا يحمل توقيع مخرج هوليوودي كبير، بل توقيع شبيحة الأسد وتنظيم داعش الإرهابي. هذه هي حال مدينة الحسكة السورية اليوم. وإذا كان وضع الأهالي الأمني سيء، فوضعهم الاقتصادي والإنساني أسوأ بكثير. فإقفال الحدود مع تركيا عزل هذه المدينة وسكانها جانبا، وأجبرهم على التعامل الاقتصادي مع المناطق المجاورة لهم الواقعة تحت حكم الدواعش والإذعان لاحتكاراتهم. هاي الصينيين باع فينا إياها بخمس ليرات، عم في أبيعها بخمسين لأنه التاجر عطانيها بأربعين.
هاي كبة هاي بدها المواد الأكل، مواد الأكل، اللبن، البيض، حليب، جبن، معلبات، معلبات، يعني مواد بسيطة وما عم نحسن نجيبها. على الرغم من عودة الحركة بشكل ضئيل إلى أسواق الحسكة، إلا أن سكانها ما زالوا يشكون ضيق الحال وفقدان أدنى مقومات الحياة. يذكر أن مدينة الحسكة شهدت معارك عنيفة على مدى الشهر الماضي بين قوات النظام والقوات الكردية من جهة وتنظيم داعش من جهة أخرى، تمكن على إثرها النظام من السيطرة على جزء منها في مطلع آب الجاري، فيما لا يزال القتال مستمرا على حافة المدينة. الأزمة المعيشية التي تلاحق السوريين لا تعد، ومن جديد فرض قرار الهيئة التنفيذية في الإدارة الذاتية الكردية بمحافظة الحسكة برفع أسعار المحروقات أعباء جديدة على قطاع النقل. نظم سائقو سيارات الأجرة في مدينة القمشلي إضرابا عن العمل في حي الكورنيش، وذلك احتجاجا على قرار الهيئة التنفيذية في الإدارة الذاتية الكردية بمحافظة الحسكة رفع أسعار المحروقات، ما يضع سائقي التاكسي في قائمة أكثر المتضررين، الأمر الذي سينعكس سلبا على مصدر رزقهم ومعيشتهم. قدمنا بطلب للجنة الخط السير أكثر من 3 مرات 4، وعلى أساس بوقت انتخابنا اللجنة وعدونا أنه زودوا التسعيرة وما زودوا التسعيرة، واليوم زاد سعر البنزين 15 ليرة صار 75 كان 60 ليرة، والخط 6 كيلومتر وما عم يوفي معنا، يعني ما بدنا يزودون الأجرة، بس بدنا يرخصوا البنزين شوي، يهتموا فينا شوي، يهتموا فينا بالطرقات، الطرقات كلها جوار ما عاد فينا نمشي، المرتسولات كل يوم مضروبة. السائقون أجمعوا على أن هذا القرار أثر عليهم نظرا لغلاء المعيشة وارتفاع أسعار المحروقات، وكون هذا العمل هو مصدر دخلهم الأساسي، وطلبوا الجهات المعنية بخفض أسعار المحروقات وزيادة تعرفة النقل كحل للمشكلة. وكانت الإدارة الذاتية الكردية أصدرت قرارا منذ عدة أيام رفعت بموجبه سعر البنزين المكرر من 60 ليرة سورية إلى 75 ليرة لللتر الواحد، والمازوت المكرر من 30 ليرة سورية إلى 45 ليرة، مبررة قرارها بارتفاع تكاليف الإنتاج والصعوبات الكبيرة التي تواجه شركة الجزيرة للمحروقات في تأمين المواد الأولية، إضافة للحصار الذي تعاني منه منطقة الجزيرة في شكل عام. هيثم الحلبي منشد سوري يدعو في أعماله إلى الحرية والاعتدال، مهاجما النظام وداعش على حد سواء. أتنهض طفلة العامين غاضبة، وصناع القرار اليوم لا غضبوا. سنوات مرت على أنشودة هيثم الحلبي، هذه وصناع القرار لا يزال يتفرجون على مآسي المواطنين، لم تحركهم لا الأناشيد ولا الصرخات ولا حتى دموع الأطفال لوضع حد للقتال وسفك الدماء الحاصل في سوريا، ومع ذلك لا تزال فئة كبيرة من الشعب السوري متمسكة بالتعبير السلمي عن طريق القلم والصورة والنغمة لأنه الأرقى والأكثر تأثيرا. المنشد هيثم الحلبي هو أحد أبناء هذه الفئة الذي قدم عددا من الأناشيد الداعية للحرية والاعتدال انطلاقا من إيمانه بدور الفن في مواجهة العنف، فبحسب هيثم لا يمكن إنهاء تطرف داعش وأخواتها إلا من خلال تقديم الجميل من ديننا الحنيف. كما اتهم المنشد النظام السوري بالقمع والاستبداد لمساهمته ومنذ عشرات السنين في سحق كل ما هو جميل على مختلف الأصعدة الدينية والدنيوية، وهو بالذات كان له حكايته مع النظام الذي دفعته مضايقاته المستمرة إلى إقفال شركة الإنتاج الخاصة به. بشار رأسك قد هوى فلتصل نارا للأبد، لا تبكي يا أم الشهيد صغيرك هزم الأسد، باق يا وطني. تعهد المنشد هيثم الحلبي أنه لن يتوقف عن تلاوة أناشيد الثورة والرحمة، لأن الفن سيبقى أيقونة الثورة السورية والدافع الأساسي للتغيير. في الختام تذكير بعناوين هذه النشرة: الحر بدأ باقتحام درعا وهروب جماعي لقوات الأسد من حاجز الحبوب، استمرار الخلاف السعودي الروسي حول مصير بشار الأسد، واستبدال الليرة السورية بالليرة التركية في الشمال السوري. إلى هنا أتت هذه النشرة، شكرا لإصغائكم، إلى اللقاء إن شاء الله.